وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن هناك تعاونا وتنسيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كثمرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. اليوم في عمل يعني مؤسسي قائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهناك يعني انسجام استطيع ان اقول في الرؤية والأهداف، وهناك ايضا تركيز من قبل اعضاء السلطة التشريعية على خلق نوع من هذا النوع من التعاون الذي نتطلع اليه. وطبعا ميثاق العمل الوطني جاء ليؤكد على عدة مبادئ تتعلق بأهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيز هذه المكتسبات ودعم المسيرة الديمقراطية وعملية الإصلاح، وميثاق العمل يعني كان واضحا في هذه النقطة، لأن الإصلاح الديمقراطي والسياسي في البلد أعتقد أخذ منحا يعني تصاعديا. وهناك اليوم مؤسسات، وهناك مؤسسات المجتمع المدني التي ترفض العمل في السلطة التشريعية وأيضا تدعم برامج وأهداف ويعني طموحات السلطة التنفيذية أيضا، وبالتالي هناك انسجام ورؤية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، ونحن سعداء جدا بهذا النوع، خاصة في الفترة الأخيرة. يعني سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد الخليفة أرسى نوعا من الممارسة في العمل والتنسيق بين السلطتين. هناك تنسيق اليوم قائم بشكل مستمر وبشكل تقريبا يومي أستطيع أن أقول في مختلف القضايا التي نتطرق إليها، والتي تتطلع أيضا السلطة التنفيذية إلى أن تنجزها معنا، على اعتبار أننا فريق البحرين الذي نتكامل في الأدوار والمهمات.